خلص يومنا مع حضراتكم بسرعه، كنا معاكم على الهواء مباشره لمده ساعتين، وكان معانا مجموعه فقرات لطيفه جدا النهارده ومتنوعه كمان. حلوه فقرات النهارده يا مصطفى. قوي انا استمتعت جدا بالفقره بتاعت الاستاذه هبه اللي هي كانت في جمعيه المكفوفين، وانا بكرر ندائي للدوله اللي قلته في الفقره، يا دوله الناس دي لو استثمرنا فيهم هيطلع منهم عبقره. ما ننساش نجيب محفوظ، ما ننساش ستيفن هوبكينج، ما ننساش إن, ان ان لو بصيت للفائزين بجائزه نوبل في الاداب او العلوم هتلاقي نسبه كبيره جدا منهم من ذوي الاحتياجات الخاصه او من المعاقين. احنا لو استثمرنا في الناس دي، علمناهم صح، ودول عددهم مش كتير، اكيد هيطلع فيهم واحد عبقري، لان قدراتهم غير قدرتنا وادراكهم غير ادراكنا. ما انساش ان كان في واحد زميلي في الجامعه كان طالب، كان في اداب انجليزي، والله العظيم ما انساه ابدا، محمد سعيد عنتر. انت كنت اداب انجليزي؟ لا انا كنت اداب اعلام. انا كنت اداب انجليزي اصلا. كان بيتكلم 7 لغات وكان بيعزف على 9 آلات موسيقية ما شاء الله، وباحتراف طبعا، لاني ربنا بيعوض، وكان ربنا حافظ القران والانجيل والتوراه. قدرات مش طبيعيه، الناس طبعًا. دي مش طبيعيين، مش زينا. فرجاء من الدوله ان احنا نستثمر في الناس دي، الاستثمار في البشر هو افضل استثمار على الاطلاق. الاستثمار كمان في الشباب هيؤدي المستقبل باهر لمصر. يعني النهارده كان عندنا نماذج شباب الحقيقه مفرحه جدا، وطاقه شباب، وعندنا كمان الاحساس الكرياتيفيتي ده وطاقه الابداع والابتكار دي هي اللي هتخلي مصر احلى. لازم نعتمد على الشباب في كل حاجه. يعني شفنا مشروع تقدم اللي معمول مع شباب المدارس، وازاي عندهم افكار وابتكارات جديده، وعندهم احلام لمصر، وعندهم حلول بره الصندوق لمصر كتيره جدا ولنفسهم اكيد. واول قناه كمان عندنا، اول قناه زي ما تكون ديسكفري شانل كده بس خاصة بمصر، ازاي نكتشف مصر بطريقة غير تقليدية. يعني معانا جلال هيلف مصر بالعجلة، عندنا أفكار كتيرة جدا، كل ده شباب يا مصطفى. صحيح. انا بتصور ان مصر فعلا لو وثقت في الشباب، لو ادت الثقة فيهم، وادت كمان ريسبونسابيليتي او المسؤولية للشباب، مصر هتبقى حاجة فظيعة، يمكن نرجع لعصر الفراعنة. صحيح. تاني. صحيح. استمتعنا مع حضراتكم على مدار ساعتين، كنا معاكم، بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد من 9 ل 11 صباحا على 9 لايف. نهاركم سعيد.